عقد منتدى شباب العالم ورشة عمل حول مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان لدعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. شارك في هذه الورشة التي أقيمت على مدار 4 أيام شارك عدد من متطوعي التحالف الوطني وطلاب من مختلف الجامعات المصرية من طلبة كليات فنون جميلة، فضلا عن متدربين من منظمة الهجرة الدولية. وتركز أنشطة الورشة على زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة وإشراك الشباب فيها من خلال توعيتهم بأهمية إعادة تدوير وإنتاج المواد مرة أخرى وبناء قدراتهم في مجال ريادة الأعمال بتقديم نماذج للأعمال الإبداعية واستراتيجيات لتطوير المشاريع الصغيرة. تاني ورشة عمل لينا، فاحنا كان لينا دعوة هنا في منتدى شباب العالم ان هم دعونا بعد ورشة العمل الأولانية، وكانت كل مرة بنشتغل على خامة من الخامات اللي ممكن تفيد جدا في انها تحافظ على البيئة. الحقيقة الورشة دي هي ورشة في سلسلة ورشات عمل فنية، الفن فيها بيرتبط بالفن إعادة التدوير وكمان ريادة الأعمال، فاحنا بندرب الشباب على موضوعين، إعادة التدوير، فن إعادة التدوير وريادة الأعمال، تحت مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان. استفدت هنا ان احنا كنا بنستخدم اكتر الحاجات المعاد تدويرها، يعني خامات رخيصة وكده، علشان دلوقتي الأدوات بقت غالية جدا، فممكن من حاجات بسيطة قوي ممكن أرسم على بالونة، على يعني بأدوات بسيطة، وألزقها على زي زلطة، طوبة، لوح خشب، فده بيقلل من المواد يعني اللي احنا بنشتريها، وبيخلي الحاجات دي صديقة للبيئة أكتر، فأقدر أستفاد من المواد دي يعني بدل ما تتحلل بشكل وحش أو تترمي في الزبالة أو كده. استفدت إزاي أعمل تكنيكس مختلفة، إزاي أنه مثلا لو حاجة باظت مني يعني ما استسلمش وأكمل وأقدر أعمل أحسن منها عادي، وبالذات أنا كمعايا بروفيسورز وناس هو متخرجين من فنون جميلة وكده، فاستفدت من خبراتهم قوي. والله هي المبادرة نفسها هي مبادرة جميلة جدا لفن إعادة التدوير، وإزاي إن إحنا نقدر نستغل خامات إحنا ممكن نرميها وما نبقاش محتاجينها، بتلوث البيئة وتضر البيئة، كمان إحنا ممكن نحولها لفن، وفن مستدام كمان إحنا نقدر نحطه في أي مكان ويبقى شكله جميل. فدي حاجة أنا شايفاها إنها مفيدة جدا، وافضل من ان احنا نسيب المخلفات انها تضر البيئه كمان يعني. فدي اكبر رساله بتهيألي احنا نقدر ممكن ان احنا نعيد تدوير الخامات المهمله. والله انا شاركت في الورشه دي لان هي يعني بتشجع الشباب، المنتدى برضه شباب العالم، وبنعمل حاجه ان احنا عن تلوث البيئه، ان انا الحاجات دي بتلوث البيئه، فاحنا عايزين نعمل عكس كده، لان هي نطلع حاجه كويسه من الحاجه اللي بتلوث اوريدي البيئه، فكنا عاوزين نعمل حاجة كده والحمد لله.